أهلا بيكو. في أكتوبر ونوفمبر 2023 افتكروا كويس، زي ما احنا لسه فاكرين انه في مارس وأبريل 2003 الولايات المتحدة الأمريكية خربت ودمرت واحتلت بلد عربي اسمه العراق. العراق قبل الاحتلال الأمريكي، ليس العراق بعد الاحتلال الأمريكي. المسؤول عن كل مشكلة حصلت للعراق وأهله وشعبه وتاريخه وثقافته وموارده وجيشه وسيادته وكل حاجة هي الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة جورج دبليو بوش الابن. النهاردة افتكروا أن هناك مسخ يحكم العالم ويحكم الولايات المتحدة الأمريكية اسمه جو بايدن، ومعه مسخ كاذب مضلل متواطئ مشارك في دماء الفلسطينيين وفي جرائم قتل الفلسطينيين اسمه أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، اللي بيصل تل أبيب النهاردة الصبح وبيلتقي بنيامين نتنياهو وبيقعد معاه وبينشر تويتر على حسابه الرسمي على تويتر بيقول ان اسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، في نفس اللحظة اللي اسرائيل كانت بتدافع عن نفسها بالطريقة الوحيدة التي تعرفها، وهي استهداف المدنيين وقتل المسعفين وقتل الفرق الطبية، حيث استهدفت عربات اسعاف بها عشرات المصابين امام مقر او مجمع الشفاء الرسمي في قطاع غزة، كانوا رايحين على معبر رفح عشان يدخلوا للحدود المصرية. أنتوني بلينكين في المنطقة وفي إسرائيل في ثالث زيارة منذ عملية طوفان الأقصى. نشوف الخبر مع بعض اللي بيقول انه الزيارة بتاعته بتهدف للضغط على القادة الإسرائيليين لاتخاذ خطوات ملموسة للحد من الأضرار اللي بيتعرض لها المدنيين. ده بعض الأمريكيين بيقولوا الكلام ده. بلينكين قال أوضحنا لإسرائيل أنه من الضروري الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم أن بلينكين سيحث إسرائيل على الموافقة على سلسلة من الوقف القصير والمؤقت للعمليات العسكرية من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. نتخيل مع بعض المشهد. بلينكين في البيت الأبيض قال أنا رايح إسرائيل عشان أتكلم معاهم إن هم يوقفوا إطلاق النار شوية وإن هم يفتحوا المجال للمساعدات الإنسانية شوية ويطلقوا يعملوا توزيع للمساعدات والقوافل تدخل وكده. فوصل إسرائيل قعد مع بنيامين نتنياهو قال له الكلام اللي هو عايزه. فنتنياهو هو قاعد، إما إن بلينكين كان عارف وإما إن بلينكين ما يعرفش. جاله خبر ان نفذنا العملية اللي امرت بيها. عملتوا ايه؟ قصفنا عربيات الاسعاف اللي رايحة ناحية معبر رفح واللي فيها المصابين. فهنا بلينكين قعد قالوا له الخبر، فقال يعمل ايه؟ اكيد مش هيقول له عيب، مش هيقول له ما يصحش، مش هيقول له المساعدات، مش هيقول له المدنيين. فهنا بلينكين قال للمساعد بتاعه او الصحفي خد لنا يا ابني صورة حلوة واحنا قاعدين بصين وشنا في وش بعض، اكتب يا ابني تويتر على تويتر ان اسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها. ده اللي بيعمله أنتوني بلينكين، وده اللي بتعمله الإدارة الأمريكية، ودي اللي بتعمله الولايات المتحدة الأمريكية الشريكة في دماء الفلسطينيين المتواطئة عليهم المشاركة لإسرائيل في ارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قطاع غزة. اللي حصل النهاردة ما ينفعش تتهم بيه إسرائيل بس، اللي حصل النهاردة لازم تتهم بيه الولايات المتحدة الأمريكية وتوجه الاتهامات بيه لأنتوني بلينكين وزير الخارجية، لأنه حصل تحت سمعه وبصره. نشوف فيديو للحظة وصول أنتوني بلينكين للأراضي المحتلة. لحظة وصول أنتوني بلينكين عشان يكلم إسرائيل عن المدنيين ويكلمها عن المساعدات الإنسانية. بعد وصوله بدقائق أو بساعات قليلة كان استهداف لعربات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة جديدة. وخرج بعدها بلينكين في التغريدة اللي هنشوفها عشان يقول يا جماعة إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها. نشوف تغريدة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي. هنا بيتكلم أنه عدت إلى إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الإسرائيلي وغيرهم من القادة، وسوف نناقش حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والعمل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. الحمد لله
ناقشوا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مباشرة تم قصف هذه المستشفى أو ثلاث مستشفيات الحقيقة. دي دبليو اتكلمت كمان انه أنتوني بلينكن موجود في الشرق الأوسط عشان يقلل الأضرار اللي بتلحق بالمدنيين. تاني، أنتوني بلينكن موجود عشان يقلل الأضرار اللي بتلحق بالمدنيين. في الوقت اللي أنتوني بلينكن موجود فيه، إسرائيل بتقول للعالم إما أن أمريكا مشاركة معانا، أو أن أمريكا عارفة اللي احنا بنعمله، أو أن أمريكا مش قادرة تقول لنا نوقف اللي احنا بنعمله. الرسائل اللي حصلت النهاردة في قصف العربات الإسعاف أمام المستشفى الشفاء والإندونيسي والقدس بيوصل رسالة من الثلاثة دول. طيب، كريس ميرفي وهو عضو في الكونغرس الأمريكي نشروا بيان امبارح مهم جدا بيتكلم فيه عن مجموعة من المطالبات. لقد حان الوقت لأصدقاء أصدقائنا في إسرائيل للاعتراف بأن النهج الحالي يسبب مستوى غير مقبول من هاتوا التغريدة يا جماعة لو سمحتوا، أو ده ماشي الترجمة بتاعتها. أوكي، أو إن هم بيسببوا مستوى غير مقبول من الضرر المدني، ولا يبدو من المرجح أن يحقق هدف إنهاء التهديد اللي بتمثله حماس، وحث إسرائيل على إعادة النظر على الفور في هذا النهج. يبقى ده كان كلام كريس ميرفي. على صعيد آخر، رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاراتكار اتكلم عن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة، وصفها بأنها شيء أقرب للانتقام في ظل الحرب المستمرة على القطاع ليوم 28. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن قطاع غزة بيتعرض لحرب إسرائيلية من 28 يوم، بيشهد جرائم ضد الإنسانية، وإن أولوية تركيا هي وقف إطلاق النار. CNN يعني في كلام في شبكة CNN أو مصادر قالت شبكة CNN إن الرئيس بايدن وكبار مستشاريه حذروا إسرائيل بشكل متزايد من اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية. أخبروا الإسرائيليين إن تآكل الدعم سيكون له عواقب استراتيجية وخيمة لعمليات الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس. أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قال لCNN إنه المشكلة بالنسبة لإسرائيل هي الانتقادات اللي أصبحت متزايدة، ليس فقط بين منتقديها ولكن من أفضل أصدقائها. الحقيقة مش متأكد إن الكلام ده حصل، يعني مع إن CNN اللي نشره، لأنه لو الكلام ده حقيقي فأنتوني بلينكن هيروح النهاردة إسرائيل بنفس تاني خالص. لكن اللي حصل إن أنتوني بلينكن موجود وبترتكب مذبحة زي اللي حصلت عند مستشفى الشفا، والراجل بيطلع يكتب على تويتر في نفس الوقت والله إسرائيل ليها الحق في الدفاع عن نفسها. فأنا مش متأكد إن كلام CNN ده حقيقي بصراحة، إن هو في مصادر من جوه والناس في الإدارة الأمريكية مش عاجبها اللي بيحصل. على كل حال، خليني أنقل هذه المشاهد الأمريكية والتقارير الصحفية إلى ضيوفي عبر سكايب. علي إبراهيم الباحث في شؤون القدس وفلسطين، وأيضا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب والصحفي المصري. أهلا بكما أستاذ علي. هبدأ معاك الحقيقة، يعني تعليقك على ليست مذبحة واحدة وإنما استهداف لثلاث مستشفيات في نفس التوقيت تقريبا، مع التأكيد أن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قال قبلها بثلاث ساعات أن هناك قوافل من عربات الإسعاف ستحمل مصابين من المستشفيات إلى جنوب القطاع متوجهة إلى معبر رفح، وطلب من الصليب الأحمر حماية هذه القوافل، ومع ذلك الاحتلال لم يأبه بذلك واستهدف عربات الإسعاف. تعليق. الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة يصعد من استهدافه للآمنين للعزل في هذا القطاع. المعطيات الحالية تؤكد بأن كل إفشال التقدم البري في شمال القطاع وفي نقاط الاشتباك المختلفة، وكلما خسر الاحتلال أكثر من عرباته المدرعة ومن جنوده، يقوم بالانتقام من الفلسطينيين الآمنين من خلال استهداف النقاط المختلفة. للأسف اليوم الضوء الأخضر الأمريكي الذي يعطى باستمرار وبشكل كبير جدا للاحتلال هو الذي يساعد الاحتلال على تغطية جرائمه، ويساعد الاحتلال على المضي في ارتكاب هذه المجازر المروعة. ذكرت حضرتك في التقديم نقاط مهمة جدا، بأن توقيت ارتكاب هذه المجازر الثلاثة
المتقاربة زمنيا والتي خلفت عشرات الشهداء. المصادر تتحدث في مجزرة مشفى الشفاء فقط 60 شهيد بالوقت الذي يكون وزير الخارجية الأمريكية في دولة الاحتلال ويؤكد دعمه للاحتلال من خلال تغريدات على موقع إكس أو على تويتر سابقا، هي دلالة واضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في إعطاء إسرائيل كل أدوات القتل، كل أدوات الإرهاب. القنابل التي تقصف فيها المربعات السكنية يتم شحنها بشكل متكرر ومستمر عبر جسر جوي من الولايات المتحدة الأمريكية أو من قواعدها إلى دولة الاحتلال. الاحتلال تحول حقيقة الأمر، أو عفوا الولايات المتحدة تحولت من داعم إلى شريك عملي وفعلي في قتل الآمنين، في قتل الفلسطينيين. في نقطة مهمة جدا وهذه حول هذه المجازر الثلاثة، البارحة الكونغرس الأمريكي وافق على طلب التمويل الذي طلبه الرئيس الأمريكي بايدن ويقدر بأكثر من 14 مليار دولار. المصادر تتحدث بأن جزء أساسي من التمويل الذي طلبه بايدن يتناول إقامة بنية تحتية وإغاثة عاجلة للفلسطينيين في سيناء، أي أن ضرب المشافي حاليا في شمال قطاع غزة هو جزء أساسي من التهجير الذي تقوم به سلطات الاحتلال، وأن هذا التمويل كان هو القشة التي كانت تريدها إدارة بايدن للمضي في مشروعها. لذلك نحن لا نستغرب في الأيام القادمة أن تتحدث الإدارة الأمريكية عن ضرورة فتح ممرات آمنة، ويستجيب النظام المصري المتواطئ مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاحتلال لفتح المجال أمام الفلسطينيين للذهاب إلى سيناء، لأن المشروع الحالي وبأن الأهداف الحالية لإسرائيل المتمثلة بالقضاء على حماس أو هذا المنشط العريض كما يمكن أن نتحدث عنه لا يمكن أن يتم إلا بتقليل أعداد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. وما يجري حاليا، نحن نتحدث عن مشافي ومدارس، هذه المشافي هي يمكن أن نشبهها بأنها أوتاد تثبت الفلسطينيين وتستوعب أعداد كبيرة جدا. نحن نتحدث عن أرقام ضخمة من النازحين، لا نتحدث فقط عن الجرحى في هذا القطاع. لذلك استمرار استهداف المشافي ولا قدر الله الصلف الإسرائيلي يمكن أن يصل إلى استهداف مباشر وكبير للمشافي الفلسطينية، ليس فقط على أطرافها أو على أبوابها، لأن المشروع الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية مستمر بتهجير الفلسطينيين وبطردهم من قطاع غزة وفتح المجال أمام دولة الاحتلال المضي في هذا المشروع. اليوم ما تقوله CNN حول بعض الخلافات هي ليس رفضا أمريكيا لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر، ولكن هو ترتيب لما بعد نتنياهو. نتنياهو بحقيقة الأمر أصبح ورقة محروقة، ورقة لن تستمر في العمل السياسي. لذلك بطبيعة الحال ستقوم الإدارة الأمريكية بترتيب من سيخلف نتنياهو إن كان عاجلا أو آجلا. المزاج العام الإسرائيلي بكل تأكيد رافض لاستمرار نتنياهو في موقعه ورافض لسياسة نتنياهو، ولكنه الآن حاليا يحاول أن يبعد هذه الخلافات عن سطح هذه البركة الرافضة. طيب دعني أتحول لعبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، عندما يصدر وزير الخارجية الأمريكي تغريدة كهذه أن إسرائيل لا حق الدفاع عن نفسها في نفس التوقيت الذي قصفت فيه إسرائيل عربات إسعاف استشهد عدد من المسعفين والطواقم الطبية بالإضافة إلى عشرات المصابين في طريقهم إلى رفح، هل تم توريط بلينكين أن يكون داخل الاجتماع وتقصف إسرائيل أم أن بلينكين يعلم بهذا الأمر؟ أم أن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب ما تريد من مجازر تحت مسمى أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها؟ يعني هو الولايات المتحدة الأمريكية هي تعطي غطاء لإسرائيل ولا يمكنها أن توقف إسرائيل، لأن العالم الآن الذي هو متمثل في العالم الغربي أو المؤسسات السياسية الرسمية تعيش حالة من الهستيريا، ومن ثم أي محاولة للخروج عن نقطتين رئيسيتين هما اتهام حماس بالإرهاب وكلمة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، هاتان النقطتان هما الخط الأحمر لإسرائيل. أنا ظني شخصي أن إسرائيل أرادت أن تورد بلينكين، وفي نفس الوقت هي تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون لها أي رد سوى الردود التي هي على استحياء من حيث احترام القانون الدولي أو عدم تجنب أو مع تجنب المدنيين أو ما إلى ذلك، وهي كما يقال بالإنجليزية يعني هي ردود إمبيجوس، يعني غامضة، يعني مبهمة، ليس لها أي معنى أو دلالة حقيقية، يعني أو كما نقول باللغة العامية طأحنت، ومن ثم هذا لن يغير شيء. ومن ثم بلينكين برأيي الشخصي يعني كان موجودا، وأرادت إسرائيل أن تقول للعالم أنها مهما تمادت لفعل ما تفعل ف
فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفعل شيئا ولن توقفها، وهي الحليف الرئيسي الذي هو ربما لديه الكلمة النهائية مع إسرائيل، أو الدولة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل أن تكترث لها. الأمر الآخر هو أنه أيضا يأتي في سياق رأيي الشخصي أنه ردا على يعني الكلمة التي ألقاها رئيس حزب الله حسن نصر الله، وهي كلمة ضعيفة جدا لكنها كانت تتكلم عن. طيب عبد الرحمن، أنا سأعود إليك في كلمة حسن نصر الله مرة أخرى، سنعود لهذه النقطة، ولكن أنا أريد منك وجهة نظر صحفية. سأقرأ لك الخبر من سكاي نيوز البريطانية منذ دقائق قليلة، وهذا أول خبر بالفيديو من مراسلاتهم في الأراضي الفلسطينية. عاجل، سكاي نيوز شاهدت فيديو لعربة إسعاف مدمرة وعدد من الناس ما بين قتيل وجريح خارج مستشفى الشفاء في غزة. في وقت سابق وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حماس ادعت أن هناك قافلة من عربات الإسعاف تم استهدافها. نقطة. أنا يعني أنا أحاول أن أنا ما أقولش رأي عبد الرحمن، فأنا الحقيقة من وجهة نظر صحفية، كيف ترى هذا الخبر؟ لا بالطبع هو خبر غير مهني تماما، لأنه يقوم على التجليل في واقعة معلوم أطرافها. يعني نحن هنا لا نتحدث عن واقعة حدثت على مدى آلاف الأميال، ولكن واقعة معلوم من الطرفين الموجودين فيها، ومعلوم حجم القوة وعدم التكافؤ فيها، ومعلوم من لديه القدرة التدميرية العليا. فالخبر المجهل حتى في الأحداث غير الجسيمة هو يكون خبرا ضعيفا، والخبر المجهل في عالم الصحافة له شروط كثيرة وشروط صعبة ليست موجودة في هذه الحالة، لأن هذه واقعة حدثت في المجال العام علانية أمام الناس جميعا، ومن ثم تجهيل الفاعل في هذا الموضوع أو في هذا الحدث هو يعد تواطعا مع الفاعل، لأنه حينما يقول شهدت عربة مفجرة فهو وكأنه لا يعلم من الذي قام بالاستهداف، ولا يعلم من لديه هذه القدرة الاستهدافية وهذه القدرة التدميرية رغم مرور 28 يوم من الحرب على غزة. الأمر الآخر هو الحديث عن أنه وزارة الصحة التي تديرها حماس ادعت، هذا ينزع نوع من أنواع الشرعية، وهذا ليس دور الصحفي وهو ينقل الخبر إذا كانت مقر رأي هذا آخر أو تحليل سياسي في صفحة الرأي في هذا أمر آخر أيضا. لكن حينما تقول وزارة الصحة التي تديرها حماس ادعت فهو كأنه ينحاز. يعني أنا عملت في رويتر 3 سنوات، ومن ضمن ما تعلمته أن هناك شيء اسمه الحمولة اللفظية للأفعال الوصفة للخبر. فمثلا حينما نقول أكد فهذا فيه قدر ولو ضئيل من الحمولة، في حين أننا يجب أن نقول قال حينما ننقل تماما. ومن ثم في الصحافة حتى يعلم المشاهد اختيار الألفاظ واختيار الأفعال وإضافة أوصاف شارحة في الخبر، وهنا شارحة لا أتحدث عن خلفية تاريخية لكن شارحة للمشهد من وجهة نظر الصحفي، هذا أمر أيضا غير مهني. ومن ثم هذا الخبر أصابه العوار من 3 جهات: التجهيل، الانحياز باستخدام ألفاظ ذات حمولة، حمولة رأي أو حمولة كبيرة في الرأي والانحياز. الأمر الآخر هو عدم وصف المشهد بشكل كامل، لأنه حينما نقول تفجرت عربية إسعاف وكأنها سيارة مفخخة، وهذا أيضا فيه تضليل، في حين أن سيارات الإسعاف كانت تحمل جثامين، ولم تذكر الصحيفة أي أعداد للقتلى، ولم تنقل عن أي حتى شهود عيان، ولم تحيل المصدر إلى أحد، بالعكس شككت في من أحالت إليهم المصدر دون أخذ رأيهم أو تصريح منهم بشكل مباشر أو موجودون. طيب علي، أعود إليك مرة أخرى. نحن أمام إعادة إنتاج للسيناريو الإسرائيلي والبروباغندا الإعلامية الغربية في التعاطي مع قصف المستشفى المعمداني. التشكيك فيما جرى، هناك رواية أخرى يجب أن نستمع إليها، ربما كان صاروخا، ربما كانت حماس، إسرائيل نفت، ثم يخرج علينا بايدن ليقول أن الجانب الآخر هو من قصف المستشفى المعمداني. هذا يجري الآن، سكاي بدأت وهناك وسائل إعلام غربية تتحدث أنه ربما قد كان انفجار، قصفت حكومة تديرها حماس. يعني كيف ترى هذا التعامل مع جرائم حرب واضحة وضوح الشمس؟
نتيجة يعني ارتفاع الصوت الآخر، الصوت الذي يتضامن مع فلسطين، ووجود اليوم اختراقات حقيقية في وسائل التواصل الاجتماعي، نشاهد العديد من المقاطع المصورة لأمريكيين ولغربيين يتحدثون بصراحة بأنهم كانوا مضللين، كانوا بعيدين عن الحقيقة. لذلك تقوم هذه وسائل الإعلام الغربية، ولا أستبعد بتاتا أن تكون هذه الوسائل تتصرف في هذا الشكل من خلال أوامر مباشرة. تحدثت بعض التقارير الماضية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تنفق ملايين الدولارات للدعاية في بعض وسائل الإعلام وفي وسائل الإعلام غير التقليدية وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدثت بأن فرنسا كانت جزء يعني صرف جزء كبير من هذه الأموال في فرنسا، قدرت بأكثر من 4 ملايين دولار. لذلك هذه السياسة هي هذه السياسة من قلب الحقائق. وصلت ببعض المسائل الإعلامية أن تتحدث بأن الخسائر الكبيرة من الأطفال نتيجتها أو كانت نتيجة أن حماس كانت تشجع الفلسطينيين على الإنجاب. تخيل أستاذ أسامة بأن حتى الحق الطبيعي للإنسان الفلسطيني، للإنسان العربي، للإنسان المسلم في فلسطين بالبقاء والتكاثر تريد هذه الوسائل أن تقلب أو أن تسلبه إياه. للأسف الموقف الأمريكي أو وقف هذه الوسائل الإعلام موقف يضع كما نقول في بلاد الشام كل البيض في سلة الاحتلال. عندما بدأ بايدن وبدأت الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض بتصديق كل ما تقوم به أو كل ما تقوله الإدارة، عفوا دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن كان الادعاءات الأولى عن الاغتصاب وقتل الأطفال وغير ذلك، وإن كان عندما كان بايدن في دولة الاحتلال وأشار إلى نتنياهو بأنكم لم تفعلوها في إشارة إلى مجزرة مشفى المعمداني، كانت كلها رسائل بأن هناك، لا أقول ضوء أخضر بل أكثر من ذلك، هو كما نقول شك على بياض بأنه تقوم إسرائيل بملئه كيفما تكون، وفي نهاية المطاف سيكون الضحية هو الجلاد، سيكون الضحية هو الملام دائما. لذلك اليوم لا أظن من المفيد حتى في خطابنا نحن أن نعول أصلا على هذا الإعلام، هذا الإعلام الذي يمضي في فبركاته، يمضي في ادعاءاته. للأسف شاهدنا جميعا عشرات وربما أكثر من ذلك من المقابلات مع عرب وغربيين، وكان السؤال دائما الأول الذي يطرح، هل تدين حماس؟ في المقابل لا نسمع أي صوت في هذا الإعلام وفي هذه البروباغندا المتواصلة عن إدانة جرائم الاحتلال، على الرغم من أن هذه الإدانة موثقة بالصوت والصورة والشهادات الحية والبث المباشر وغير ذلك. لذلك اليوم المنظومة الإعلامية الحالية هي المنظومة شريكة بقتل الفلسطينيين باستهداف المشافي، وللأسف اليوم الواقع الحالي الذي يعطينا هذه الصورة بأن هذه الاختراقات المختلفة في الإعلام غير التقليدي تخيف الاحتلال وتخيف داعميه. لأننا عندما نشاهد في هذه الأيام مظاهرات ضخمة في لندن، ومظاهرات ضخمة في فرنسا على الرغم من المنع والغرامات الكبيرة، ومظاهرات في المدن الأمريكية، لذلك سيعيدون ضخ هذه الأكاذيب في وسائل الإعلام ليظهروا بأن الاحتلال إما أنه يقوم بالحد الأدنى من التحذير. واليوم في لقاء بلينكين رئيس الاحتلال، الرئيس الإسرائيلي هيرتسوك، تحدث بأنهم ألقوا 6 ملايين منشور فوق قطاع غزة يدعون الناس إلى الخروج من منازلهم. تخيل الأستاذ أسامة بأن أنك تسجن الناس في قفص ضيق محدود لا يمكن أن يخرجوا منه، وتقصفهم وتدعي بأنك تنقذهم من خلال مناشير، وهذا استمرار بشع للكذب. يعني هيرتسوك ونتنياهو يعني بلغوا مستوى طيب. في الكذب، لو كانوا مثل بينوكيو لم يستطاعوا أن يتجولوا من طول أنوفهم. طيب دعني أعود لعبد الرحمن مرة أخرى. عبد الرحمن، يعني على مدار سنوات طويلة كنا نستمع إلى المقارنة العظيمة بين الغرب، دولة المؤسسات التي لا يتخذ فيها رئيس ولا وزير خارجية قرارا منفردا، وبين دولنا العربية المتخلفة الدكتاتورية التي تعاني من حكم الفرد الأوحد. هل الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الضوء الأخضر والكرت المفتوح والشيك على بياض لإسرائيل كي تفعل ما يحلو لها في الفلسطينيين؟ يعني في حقيقة الأمر الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا والغرب هي دول مؤسسات على مستوى الداخل. وأذكر أنني كان هناك نقاش بيني وبين صحفي أمريكي وكان يتحدث عن لماذا يهاجم الناس بعض الناس الولايات المتحدة الأمريكية ويرغبون في العيش في الداخل. فقلت له لأن في الداخل لا يمكن أن تمارس ما تمارسه على الخارج، هناك شعوب تعلم حقوقها وهم
في الداخل منكم ومنهم، ومن ثم ما يتم القيام به مع الشعوب الأخرى التي ينظر إليها أنها شعوب أقل لا تكون في الداخل. فالذي يرغب أن يذهب إلى الداخل هو يحتمي بالمنظومة المجتمعية ولا يحتمي بالسياسيين أو لا يحتمي بالمنظومة القيمية التي تتعامل مع العالم الثالث بوصفه درجة أدنى، سواء كان اللاتينو أو يعني دول جنوب أمريكا أو الشرق الأوسط أو بعض الشعوب الأسيوية وما إلى ذلك. وبالتالي يعني كلمة دول مؤسسات هي موجودة لكن على مستوى الداخل. على مستوى الخارج أنا برأيي شخصي أن جميع الدول الكبرى لا يختلف استبدادها أو نظرتها يعني الدنيا لمن هم أضعف كثيرا عن الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إن لم يكن لديك شوكة وإن لم يكن هناك نوع من أنواع الوحدة والاتحاد وإظهار القوة على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو الثقافي أو المشاريع الفكرية، إذا لم يكن هذا ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، كل الدول بجميع توجهاتها لن تحترمك لأنها ترى قبلك خاضعا تابعا أو سوقا مفتوحة أو سوقا رخيصا للعمالة. هذا هو النظام العالمي الذي نعيش فيه، ليس منذ سقوط الاتحاد السوفيتي ولا منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن منذ قبل ذلك يعني بقرن أو قرن أو قرنين شيئا من هذا القبيل، يعني منذ ربما صلح وستفاليا في القرن 17. ومن ثم أنا ظني الشخصي أن فكرة دولة المؤسسات التي هي يعني موجودة لا تنطبق على الحالة الدولية ولا تنطبق على السياسة الخارجية، ولكن ينطبق عمل اللوبيات وينطبق عمل مؤسسات العسكرية ومصانع السلاح والذخيرة التي تجرب ذخائرها في الشرق الأوسط أو تبيعها للحكام المستبدين. يعني هذا هو التوصيف الأدق لهذه الحالة. طيب الرأي العام المتمثل في الإعلام تحديدا عبد الرحمن، هل تلمس تغيرا في التعاطي مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية أم لا زالت الهستيريا الحاكمة بعد ما جرى في 7 أكتوبر هي المسيطرة على الإعلام في الولايات المتحدة؟ يعني الإعلام هو جزء من السلطة. الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية ليس مستقلا، هو إعلام خاص. هناك فرق ما بين الإعلام الخاص والإعلام المستقل. الأدوات المستقلة هي الحسابات الشخصية للأفراد أو المؤسسات ذات التمويل العام البعيدة عن أيدي السلطة أو غير متحكم فيها من السلطة. ولذلك رأينا ردود الأفعال الشخصية على مستوى الأجيال الصغيرة وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى حتى اليهود الديمقراطيون الذين هم لم يتربوا على الأفكار الإسرائيلية، جميعهم مؤيدة للحقوق الفلسطينية وضد ما يجري. لكن في نهاية الأمر الضغوطات تتزايد، لكن تزايدها حتى يحدث تغييرا وفارقا جوهريا أمام الآلة الرأسمالية الكبيرة والمؤسسات الإعلامية الخاصة التي هي تدار من كثير منها يدار إما من صهاينة أو يدار من مليارديرات مرتبطين بمصالح مع إسرائيل أو المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية وكل ما يرتبط به. هذا يحتاج إلى وقت أكبر، لكن هناك تحول كبير في الرأي العام الأمريكي. في الرأي العام الأمريكي أيضا بسبب التعديل الثاني للدستور السكند أميندمنت وحرية التعبير التي هي بالفعل هي أقوى مستوى حرية التعبير في العالم، لا يمكن لأحد أن يحاسبك أو يأخذك للسجن لأنك انتقدت إسرائيل أو رئيس إسرائيل أو حتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم هذه هي النقطة الأقوى في المسألة الغربية أو تحديدا أمريكا، هو قوة المجتمعات في مواجهة هذه الآلة، لكن التغيير من المجتمعات في مواجهة هذه الآلة الكبيرة سواء أو رأسمالية بطبيعة الحال يحتاج إلى وقت كبير حتى يتم ترجمته في صورة أشخاص متولين المسؤولية في هذه المؤسسات. ولذلك الانتخابات الأمريكية القادمة ستكون ربما أول انتخابات تحتل فيها السياسة الخارجية المرتبة الأولى، على الرغم من أن السياسة الخارجية دائما ما تأخذ المرتبة الأدنى في تحديد من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أي انتخابات، لكن الآن شعبية بايدن انخفضت إلى أقل من 30% وهي بعض التقديرات أقل من 20%، لكن إذا أخذنا الأفرج أو المتوسط ستكون أقل من 30% بسبب هذه الحرب. وكثير من يهود الولايات المتحدة الأمريكية، لا أقول كلهم أو أغلبهم لكن كثير جدا منهم، 70% منهم يصوتون للديمقراطيين، وكثير جدا منهم مع وقف الحرب، لأن 66% من الأمريكيين مع وقف إطلاق النار تماما، الغالبية منهم من الديمقراطيين، وهذا سيؤثر في الانتخابات القادمة. والمسلمون أيضا بدأوا يصطفوا فيما يتعلق برفض السردية الأمريكية أو مقابلة الرئيس أو اتخاذ. طيب عبد الرحمن، سأعود إليك في فكرة الصوت العربي أو الصوت المسلم في الانتخابات القادمة وتأثيره في الانتخابات، لكن علي أعود إليك مرة أخرى. إسماعيل هنية،
قال منذ قليل أن وحشية الاحتلال الإسرائيلي التي تزامنت مع زيارة بلينكن هي نتاج ضوء أخضر وغطاء مفتوح تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك هل هذا التصريح وما جرى اليوم من قصف إسرائيلي لعربات الإسعاف أمام مجمع الشفاء بالتزامن مع وجود بلينكن ينسف الجهود الأمريكية المزعومة بين مزدوجين فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لقبول هدنة إنسانية، وقف مؤقت لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية؟ اليوم يعني الولايات المتحدة الأمريكية ينطبق عليها المثل يعطينا من طرف اللسان حلاوة، وفي المقابل تقوم يعني الضرب كالعقرب. حقيقة الأمر لا جهود، لا أظن أن هناك جهود أصلا حقيقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفتح المعابر، لدرجة أستاذ أسامة، وهذه نقطة مهمة، بأن حتى الرعايا الأمريكيين من مزدوجي الجنسية أو من الفلسطينيين بطبيعة الحال لم يخرجوا أو لم يخرج بعضهم إلا بعد 25 يوما من بداية هذه الحرب، أي أن حتى التعامل الأمريكي مع الفلسطينيين من حاملي الجنسية الأمريكية كان تعاملا غريبا جدا، ولا أظن بأن هناك دولة في العالم تعاملت على هذه الشاكلة. إن استقرأنا كل الخطابات الأمريكية أو كل المواقف الأمريكية في حروب غزة السابقة نجدها بأنها كانت على أقل تقدير تقف في مكان ما، نعم تحافظ على ما يسمى أمن إسرائيل، أمن إسرائيل المزعوم، ولكنها أيضا كانت تدعو دائما إلى ضبط النفس، كانت تدعو الأطراف المختلفة إلى وقف الاقتتال، وأيضا كانت تشدد على حياة الآمنين. التسريبات التي تتحدث اليوم، يعني توماس فريدمان في لم يكن يتخوف على إسرائيل، ولكنه كان يتخوف عن عدم وجود أهداف في حقيقة الأمر لدولة الاحتلال لتقوم بها، لذلك كان يتحدث بأن السيطرة على مدينة غزة ليس أمرا مفيدا وغير ذلك. لذلك أنا أقول بأن اليوم العبء الأمريكي من العمليات أو من العملية التي تجري حاليا هو فقط يتناول القضاء أو إمكانية الاحتلال على القضاء على الواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومن ثم إيجاد البديل المناسب لهذا النصر المزعوم إن تم على أرض الواقع لا قدر الله. أما كل ما يتحدث اليوم الإدارة الأمريكية عن ممرات آمنة أو عن فتح المعبر غير ذلك، هذه جهود لا أظنها أصلا حقيقية إن لم تكن أكاذيب فقط لتمرير الوقت والسماح للاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم. لأننا اليوم نتحدث عن سيرورة متواصلة ومتلاحقة من قبول رواية الاحتلال ومن التماهي معه وصولا إلى فتح المجال أمامه للمضي في قتله. منذ قليل قبل المقابلة بفترة وجيزة شاهدت تقارير أمريكية وتقارير حتى عربية تتحدث عن اكتظاظ سماء قطاع غزة وجنوب لبنان بالطائرات والمسيرات الأمريكية. تخيل اليوم أستاذ أسامة عندما تقول ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة فتح معبر رفح أو ضرورة إخراج جرحى، وفي المقابل ترسل قاذفات استراتيجية إلى قاعدة أنجرليك التركية وترسل مسيراتها من البحر المتوسط للبحث عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، هذا يعطينا صورة حقيقية بأن ما يجري حاليا ليس إلا ستارة دخانية تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية أن تعمي عن أهدافها الحقيقية. قالها بايدن منذ بداية الحرب، قالها عندما كان عضوا في الكونغرس في ثمانينات القرن الماضي، يمكن أن تكون صهيونية لو لم تكن يهوديا أو كما قال بحسب الترجمة. لذلك اللي يجري حاليا هو دعم منقطع النظير. نحن نعرف أن الوصف الذي كانت تطلقه الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل بأنها حملة طائرات برية، لذلك لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تخسر دولة الاحتلال، لا تريدها أن تنكسر، لأن الانكسار اليوم الذي سيمكن أن يحصل للاحتلال سيكون انكسارا لكل المشروع الأمريكي في المنطقة، وانكسار المشروع الأمريكي بعد ما جرى في العراق وأفغانستان له دلالات وله أبعاد كبيرة جدا، وخاصة في الحالة الراهنة مع تعاظم النفوذ أو تعاظم القوة الروسية والصينية. طيب. بحقيقة الأمر الولايات المتحدة الأمريكية بالخلاصة ليست شريكا في دعم الاحتلال، هي شريكة في المجزرة. طيب عبد الرحمن، أعود إليك مرة أخرى. الصوت العربي المسلم يبدو للجميع أن هذه المعركة العالم بعدها لن يكون كما قبلها، وتحديدا في علاقة العرب والمسلمين بالغرب، في علاقة العرب والمسلمين بإسرائيل، والعكس بالعكس صحيح. أنت تحدثت عن الانتخابات القادمة، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر العرب والمسلمون في هذه الانتخابات؟
يعني في حقيقة الأمر على مستوى الأعداد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني وصل من لديه حق التصويت فيهم ربما يقترب من المليون صوت، يقترب منه. ومن ثم إذا قلنا رقم مليون كرقم تقريبي أو رقم متوسط للكتلة المسلمة والعربية القادرة على التصويت أو التي لديها حق التصويت، ففي هذا الأمر فإن هذا يعني أنها ستكون كتل مرجحة في الولايات الكبيرة المتواجدون فيها مثل ولاية ميتشيغان أو بعض الولايات الذين أيضا ينتشرون فيها كولاية بنسلفانيا، وهي ولايات يعني بعضها فاز ترامب بايدن على ترامب بفارق طفيف، ونحن على معركة بنسلفانيا القضائية، وميتشيغان دائما هي ولاية قوية جدا للديمقراطيين نظرا لتواجد العرب بشكل كثيف ووجود الآن رشيدة طبيب أيضا فيها، ومن ثم فهم لديهم القدرة على تحريك بعض الولايات. لكن المشكلة الرئيسية هو فيما يتعلق بالمزايدة على في المسألة الإسرائيلية، لذلك ظن الشخصي أننا ربما نرى تصويتا جماعيا عقابيا بعدم التصويت أو المقاطعة وإعلان ذلك في موقف تكتلي واحد، الأمر الذي يعني أن يعني المسلمين والعرب في هذه الحالة ربما يعني يعلنون قدرا أو نوع من أنواع العصيان المدني السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ربما سيجر أجيال كثيرة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أجيال شابة لديها حق التصويت أيضا ربما تقاطع، وهذه المقاطعة سيكون لها نوع من الصدى لأنها يعني كأنها نوع من أنواع التشكيك في جدوى هذا النظام وفي قدرته على التعامل مع الشعارات التي يرفعها والأجندات التي يرفعها، خاصة أن بايدن وصل إلى الحكم في تحالف أو تكتل يقوم على فكرة حقوق الإنسان بشكلها أو مظلتها الواسعة، يحتوي على ملونين ويحتوي على لاتينو ويحتوي على مسلمين وعرب ويحتوي على آسيويين تعرضوا للاضطهاد بعد فيروس كورونا، وكان هناك موجة كراهية للآسيويين في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحالف ربما لن يكون موجودا مرة أخرى، وربما يكون فيه ردة فعل غاضبة داخله إما بالمقاطعة تماما أو أن يطالب بيضغط على بايدن بمحاولة عدم ترشحه مرة أخرى، وإن كان هو أعلم بفعل الترشح وليس من السهل أن يتراجع عن هذا الأمر، لكن كل هذا سيكون فيه نوع من أنواع تقويض المصداقية السياسية للولايات المتحدة الأمريكية ونوع من أنواع العصيان السياسي. ولذلك رأينا أن البيت الأبيض حينما أراد أن يفكر في استقبال جالية مسلمة كان ينتقي الأشخاص، وقال كثير من قيادات العمل الإسلامي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم كانوا ينتقون أو يحاولون انتقاء أشخاص ليس لديهم انتقاد حتى على بايدن، فضلا عن أن حينما ذهب إلى مينيابوليس كان هناك نوع من أنواع المقاطعة من الجاليات المسلمة هناك وهذا أعلن، ومن ثم هناك ضغوط وأدوات ضغوط سياسية كبيرة هي لن تغير تماما أو لن تقوم بتغيير دراماتيكي، لكنها ستدعو أطرافا أخرى للدخول في هذا المعترك، وهذا الذي قد يحدث تغييرا دراماتيكيا لأنه حينما يفقد مواطن الداخل دعك من الخارج الولايات المتحدة الأمريكية لا تفترق بهذا، لكن حينما يقوم مواطني الداخل به التشكيك في جدوى النظام السياسي والقيام بنوع من أنواع العصيان السياسي الكبير، وإذا انخفضت نسبة المشاركة عن 40% في الانتخابات القادمة فهذه ستكون صفعة كبيرة ويعني مسمار في نعش مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الداخل وعلى مستوى قدرتها على يعني مواجهة الانقسام. طبعا وانا تعني اقول نقطه مهمه جدا، اكثر يقلق القياده السياسيه في الولايات المتحده الامريكيه هو الانقسام الداخلي، لان الولايات المتحده الامريكيه ليست مهدده من الصين وليست مهدده من روسيا، الولايات المتحده الامريكيه اقوى من كليهما لكنها مهدده حقيقيا بهذا الاستقطاب المتصاعد، وهي لم تكن في حاجه الى استقطاب جديد ما بين المحافظين والتقدميين ليزداد ما بين المناصرين لفلسطين والمعادين لفلسطين وتزايد مستويات الإسلاموفوبيا وزيادة مستويات معاداة السامية ضد اليهود الموجودين فيها، وهذه بالفعل أكثر نقطة تقلق الأجهزة الأمنية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب يعني علي أعود إليك مرة أخرى بسؤال طرحته في بداية هذه الحلقة، إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، هذه هي السردية الأمريكية والموقف الرسمي، طيب السؤال هنا يعني حتى متى أو حتى كم شهيد أو حتى كم مصاب، ما هو الانتصار، ما هو المعيار الذي من وجهة نظرك ستخرج فيه الولايات المتحدة وتقول نعم هنا انتهت إسرائيل من الدفاع عن نفسها فلنذهب إلى وقف لإطلاق النار؟ للأسف الأهداف الحالية الموضوع أهداف عالية جدا سقفها عالي، تحدث الاحتلال ابتداءً
عن القضاء على حماس، ثم تحدثوا لاحقا على القضاء على البنية التحتية لحماس، ثم الآن يتحدثون بشكل أو بآخر على وقف التهديد على يعني بشكل أو بآخر. لذلك اليوم الأهداف الكبرى التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية أمامها تعطينا صورة بأنها بحقيقة الأمر ليست قادرة على تنفيذها، لأننا نحن اليوم نتحدث عن فئة أو جماعة خرجت من رحم الناس، خرجت من هذا المجتمع، لذلك القضاء عليها بشكل تام ومبرم أمر غير ممكن. على الرغم من محاولات الاحتلال ورغم من محاولات المتحدة الأمريكية تسويق إمكانية إدخال سلطة جديدة بعد القضاء المزعوم أو المزمع على المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة أمر متعذر. لذلك نتيجة عدم قدرة تحقيق الاحتلال لمجموعة هذه الأهداف نجدها انتقلت إلى العمل على يعني تحميل المدنيين الفاتورة التي يعني يقومون بها، يعني كلما زادت أمد الحرب وكلما طالت المواجهة الشديدة للاجتياح البري، نعم نحن نعرف بأن اليوم الاحتلال ركز على الاجتياح البري كأداة أساسية لتحقيق ما يريده من إن كان إيقاف إطلاق الصواريخ أو استهداف قيادات عليا في المقاومة الفلسطينية وفي حركة حماس بشكل أساسي. أمام عدم قدرة الاحتلال على تحقيق هذين الهدفين حتى هذه اللحظة، فإنه سيقوم بالاستشراس في استهداف المدنيين. لكل أسف أستاذ أسامة، نحن تحدثنا في هذه المشاركة بعديد من الشواهد بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تتغاضيان بشكل كبير على أي استهداف مدني. اليوم لم تشهد كل الحروب الماضية بمجموعها أعداد الشهداء والجرحى كما نشهد في هذه الحالة. اليوم الاحتلال لا يعاقب الفلسطينيين فقط بقتلهم، يعاقبهم بالتجويع وبالقصف وغير ذلك. لذلك الاحتلال كلما مضى بهذه السياسات من دون أي رادب، نحن نتحدث بأن سقف قتله للمدنيين لن يتوقف. في المقابل أظن هذه نقطة مهمة، بأن الفاعلين يعني على الساحة ولديهم أوراق ضغط حقيقية ولم يقوموا بها، فنحفهم شركاء كانوا بالتواطؤ أو بسكوت. أنا أتحدث اليوم عن الدول العربية وخاصة دول مصدرة للنفط. نموذج عام 73 لم يعد طرفا فكريا ولم يعد نموذجا نتغنى به. لم تقوم الدول العربية المنتجة للنفط حاليا بتحركات حالية حقيقية لقطع النفط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل، فليس هناك أي داعي بحقيقة الأمر أن نتحدث عن الفاتورة. الفاتورة ربما ستصل إلى مئات الآلاف الشهداء، ولم يرف جفن للاحتلال. الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت في فيتنام ملايين المجازر، في واحد من المعارف فقط قتل عشرات الآلاف من الفيتناميين العزال، وقضت الحرب قضتها الولايات الأمريكية حينها. وفي الواقع الحالي نحن نتحدث أيضا عن نموذج مشابه تريد القوة القاسمة أن تقضي على أصحاب الأرض. لذلك إن لم يكن هناك دعم حقيقي من دول الجوار ودعم حقيقي من التكتل العربي والإسلامي في هذا الحالة، فنحن أمام إبادة جماعية. شكرا. ولكن ستتجاوزها بكل أسف. شكركم شكرا جزيلا علي إبراهيم الباحث في شؤون القدس وفلسطين وعبد الرحمن يوسف الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لكم. النهاردة الحقيقة في عواصم عربية وعالمية شهدت مظاهرات وحراك شعبي قوي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 28 على التوالي. نتابع عدد من هذه المشاهد في عواصم عربية وغربية أيضا. يا شباب التموا التموا، ابن الأقصى ضحى بدمه، ابن غزة ضحى بدمه، يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، واحنا نواصل الدفاع، واحنا نواصل الدفاع، حط السيف في مهل السيف، واحنا رجالي محمد طيب، واحنا رجالي محمد طيب، ردد يا لا سمح الله، يا أبو عبيدة يا معذبهم، يا أبو عبيدة يا معذبهم، يا أبو عبيدة يا معذبهم، لا تطلع تنكي بتلعبهم، يا أبو عبيدة يا معذبهم، Thank you.
Over 7,000 Palestinians have been killed in the Palestinian bombardment carried out by Israel and Hamas.
الشعب الأردني. قمة الإنسانية، قمة القوة، قمة الإنسانية للشعب الأردني، قمة الاحترام. لم يضيره الأرض والرياح والمطر يقفون من أجل الشعب الفلسطيني، يقفون سنهم الأطفال والنساء. كلهم يحترمون الإنسانية لأنهم شعب متحضر. We'll be free from forever Tennessee. Palestine will be free from forever Tennessee. Palestine will be free from forever Tennessee. Palestine will be free. There is only one solution. Intifada revolution. There is only one solution. Intifada revolution. There is only one solution. Intifada revolution. I think it's really important that, and equally we've seen massive demonstrations in. اللي حضرتك شفته ده هو تفاعل شعبي في عواصم عربية وغربية، والحقيقة انه التفاعل في العواصم الغربية بيزيد يوم ورا التاني، والناس اللي كانت خايفة في الاول انها لو نزلت مظاهرات هتتهم بمعاداة السامية وانها مع حماس، الناس دي ما بقتش خايفة، الناس دي بقت بتنزل وبتقول ان احنا مش بندعم حماس، احنا مش بنتكلم على 7 اكتوبر، احنا بنتكلم عن الشعب الفلسطيني، على الجرائم الاسرائيلية، على المقتلة والمحرقة والابادة الجماعية اللي بترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي الناس دي صوتها اصبح اعلى من الهستيريا والبروباغندا الإسرائيلية المستمرة من يوم 7 أكتوبر، مع كم كبير من الأكاذيب وإغفال الحقيقة أن إسرائيل بترتكب مجازر وجرائم حرب داخل قطاع غزة. من الجرائم اللي حصل في الساعة الأخيرة هي جرائم استهداف المستشفيات في فلسطين في قطاع غزة، مستشفى الشفاء ومستشفى الإندونيسي وأيضا المستشفى القدس. مجمع الشفاء الطبي بيقع غرب ووسط غزة، الطاقة الاستيعابية 500 سرير، 1000 جريح داخل المستشفى، عدد النازحين حوالي 60,000 نازح، الوقود على وشك النفاذ. الاحتلال بيروج أن المستشفى تحت قيادة حركة حماس. العمليات داخل المستشفى بتجرى في الممرات. عايز أقول لحضرتك أن في عربيات إسعاف كانت بتحمل مصابين تم قصفها أمام هذا المستشفى منذ ساعة تقريبا أو أكثر، وهناك عدد كبير من الشهداء والمصابين، من بينهم مصابين كانوا في طريقهم إلى رفح، وأيضا عدد من أفراد الطواقم الطبية. المستشفى الثاني هي المستشفى الإندونيسي، الطاقة الاستيعابية 140 سرير، فيها حوالي 400 جريح داخل المستشفى، عدد النازحين حوالي 5000 نازح، عشرات الآلاف من النازحين بمحيط المستشفى الإندونيسي اللي يهددها الاحتلال الإسرائيلي بالقصف أكثر من مرة، انهيار كامل للمنظومة الصحية داخل هذه المستشفى، والمرضى على الأرض والممرات، وبيتم إجراء حوالي 40 جراحة عظام في ساعة واحدة. والمنظر النهاردة اللي كان مؤلم جدا إن الجثث، الحقيقة عشرات الجثث متراصة في الساحة الخارجية للمستشفى الإندونيسي. المستشفى الثالث هي مستشفى القدس، والطاقة الاستيعابية 200 سرير، حوالي 400 جريح داخل المستشفى، عدد النازحين 14,000 نازح، هددت بالقصف أكثر من مرة، وبيعملوا العمليات الجراحية على الأرض الآن. الثلاث مستشفيات اللي استعرضتهم مع حضرتك دلوقتي للأسف يا جماعة، للأسف تم قصف محيطهم وتم قصف قوافل الإسعاف اللي كانت بتحمل عشرات المصابين. استشهد عدد ليس بالقليل من المصابين والأطقم الطبية، لأنه الاحتلال الإسرائيلي قرر أنه يقصف المستشفيات. طيب، ده مشهد المستشفيات زي ما قلت لحضراتكم، دي الحالة الموجودة في قطاع غزة بمباركة أمريكية. لكن في جزء تاني من المعاناة الحقيقة حاصل في قطاع غزة في 28 يوم اللي فاتوا، وهو معاناة الصحفيين.
وأنا هنا لما بتكلم على الصحفيين بتكلم على كل الصحفيين، مش بستثني أحد ولا بتعاطف مع حد ولا بسيب حد. أنا بعتبر أن أنا بنتمي لهذه المهنة اللي هي من أعظم المهن حاليا في العالم في ظل هذا العالم القميء المخيف البشع اللي احنا بنعيش فيه. كل صحفي بيقرر أنه يبقى موجود في خط النار، موجود في قطاع غزة عشان ينقل الحقيقة ولا يدلس، عشان يتكلم عن اللي بيشوفه فعلا من غير ما ينحاز لطرف على طرف، عشان يقول اللي بيحصل ويسمي الأمور بمسمياتها دون تدليس عشان ما يداريش على طرف معين أنه مجرم. كل صحفي بيعمل ده، فالحقيقة هو مني وأنا منه، والحقيقة مسؤولية وأمانة في عنق الواحد أنه يتكلم عنه ويحكي عنه، سواء الصحفي ده لازال موجود أو ربنا اختاره شهيد. لأنه الحقيقة احنا في المعركة دي فقدنا زملاء كثر من الصحفيين والصحفيات استشهدوا في هذا القصف الإسرائيلي. خلينا نبدأ بفيديو مبارح لتلفزيون فلسطين، مراسل بيبكي صديقه الصحفي محمد أبو حطب، وعايز حضرتك كده تركز في الرسالة اللي الصحفي ده، هي رسالة عاطفية جدا هيعملها والمتعلقة بسترة الحماية بتاعة الصحفيين والخوزة. ركزوا زميلنا في تلفزيون فلسطين هيعمل ايه، نتابع. هذه القبعات انها مجرد شعارات نرتديها فقط، هي لا تحمي اي صحفي على الاطلاق، على الاطلاق لا تحمينا هذه الدروع ولا هذه ما نرتديها، فقط هي شعارات فقط. نحن هنا ضحايا، ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد الارواح واحدا تلو الاخر بلا اي ثمن، نمضي شهداء فقط مع فرق التوقيت، نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر. زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط وغادر الآن، هو وزوجته وابنه وأخيه وكثير من عائلته هم ضحايا هنا. زميلنا اللي بيبكي وبيخلع سترة الصحافة، هو بيكفر بالقصة دي. أنا سترة البريس دي مش هتحميني من حاجة، لأن العالم ده لا يحترم الصحافة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم الصحافة، لأن إسرائيل لا تحترم الصحافة. اللقطة دي هي رسالة لكل مؤسسات الدفاع عن الصحفيين في العالم، رسالة لمراسلون بلا حدود، رسالة للجنة حماية الصحفيين، رسالة لكل الزملاء والزميلات في كل المؤسسات الصحفية الناطقة بكل لغات العالم. هذا مشهد كفر فيه صحفي بالمهنة، بأن هذه المهنة ربما تمثل لك حماية أمام آلة القتل الإسرائيلية وأمام الدعاية والضوء الأخضر الأمريكي. الخوزة اللي مرمية على الأرض واللقطة دي لقطة عفوية جدا منه، لأنه زميله كان جنبه من نص ساعة، والمفترض أنه اليافطة أو السترة اللي لابسها تحميه، لأن مكتوب عليها صحافة أو إعلام. لكن للأسف احنا بنعيش في عالم بتنهار فيه كل القيم، كل القيم الغربية المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير، وأن الصحافة ليست جريمة. الآن الصحافة جريمة في فلسطين، الآن بيقتل الصحفيون في فلسطين، الآن إسرائيل بمباركة أمريكية بتقتل زمايلنا الصحفيين في فلسطين. ده الواقع اللي لازم نعترف به، ده الواقع اللي لازم نواجه العالم به، ده الواقع اللي لازم نتكلم عنه. بيانات الشجب والإدانة وتوثيق حالات القتل لم يعد لها قيمة، لأنه في اللحظة دي هناك زميل صحفي في تلفزيون فلسطين فقد الثقة وفقد الإيمان بأن هذه المهنة ليست جريمة، بل هذه المهنة باتت جريمة. أصبح الاحتلال يقتل الصحفيين ويستهدفهم ويتخلص منهم ويحاول إسكاتهم. ده اللي حصل مع زميلنا محمد أبو حطب، وده اللي عبر عنه زميلنا المراسل في تلفزيون فلسطين. خلينا نشوف آخر ظهور للشهيد محمد أبو حطب شهيد الصحافة الفلسطينية بالأمس. كل يعني هذه المشاهد المؤلمة يعني التي تدني قلوب أبناء شعبنا، ولا زال هذا الجرح ينزف، ولا زالت يعني الجريمة الإسرائيلية تتواصل حتى هذه اللحظة، ولا زال يعني البكاء والأنين في كل شارع، في كل زاوية، في كل بيت ينظر إلى هذه المشاهد أو يصاب بهذه المشاهد. يعني هناك فعلا آلام كبيرة يعني شكل هذا العدوان على المحافظة الجنوبية، هذه الآلام وهذا الوضع القاسي يعني تهتز له الجبال عندما نرى أطفالنا تحت الأنقاض ونرى النساء تحت الأنقاض، ويعني بالفعل مشهد مؤلم. ولا زال حتى هذه اللحظة يتواصل هذا العدوان وتتواصل هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا. وحطب ويتقبلوا من الشهداء. خلينا نرجع قطاع غزة مرة تانية
ونتعرف على تفاصيل أكثر أو المشهد الآن أمام مستشفى الشفاء بعد المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ ساعات. ينضم إليه من هناك أيمن الهسي الصحفي الفلسطيني. أيمن أهلا بك، كيف هي الأوضاع الآن؟ أهلا بكم. الأوضاع حتى هذه اللحظة لا زالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقطف في عدة أماكن في قطاع غزة بعد مجزرة الشفاء، لم يتوقف القطف حتى لو لدقيقة واحدة. الآن وأنا أتحدث إليك هناك احتمالية من تلقيها الطائرات الحربية المقاتلة في المناطق الشمالية لمدينة غزة وللمناطق الشمالية أيضا لقطاع غزة مثل مدينة بيت حانون، الآن تتعرض لقصف وحشي وهمجي كبير جدا، ومدينة بيت لاهي تتعرض الآن لقصف كبير جدا من الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل أيضا كانت هناك مجازر بشعة بحق المدنيين والآمنين في وسط قطاع غزة، منطقة يعني في المصيرات ومدينة المصيرات بالتحديد. الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية وعدة منازل أيضا في المكان، مما ارتقى عدد من الشهداء حتى هذه اللحظة، وهناك عشرات الإصابات بفعل استهداف هذه الأماكن. هذه الأماكن للتنويه هي الأماكن الآمنة التي تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي عندما ألقى المنشورات واخترق الإذاعات المحلية وطالب المواطنين بالذهاب للمناطق الجنوبية مثل المنطقة الوسطى ومنطقة خان يونس ومنطقة رفح. الآن وأنا أتحدث إليك هناك استهدافات في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية في قطاع غزة، وكأن الاحتلال يقول للمدنيين والنازحين اذهبوا للموت، ارحلوا للموت في المناطق الجنوبية ومناطق الوسط في قطاع غزة. وهناك أيضا حتى هذه اللحظة يوجد نازحين في مستشفى الشفاء، يوجد بالعكس النازحين في كل ساعة يزدادون أكثر وأكثر في مستشفى الشفاء. نتحدث عن قرابة 55,000 نازح في مستشفى الشفاء حسب إحصائيات الإعلام الحكومي ووزارة الصحة، ولربما أكثر، يعني هناك إحصائيات عشوائية لكن العدد حسب ما نراه هو كبير جدا. هذه المجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء تسبب رعبا كبيرا للنازحين داخل الشفاء، تسبب هلع ويعني صراخ شديد جدا للأطفال والنساء. ونحن نتحدث عن كل الأطفال والنساء والشيوخ كبار السن المقعدين أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين لجأوا لهذا والحواري التي يسكنون بها والأحياء التي يعني يسكنون بها في المناطق الشمالية وبالتحديد مناطق غرب غزة، منطقة جباليا، منطقة بيت لاهيا وغيرها من المناطق السكنية المقتصرة بشكل كبير جدا. طيب هل هناك يعني حصيلة نهائية عن عدد الشهداء والجرحى أيمن؟ من بداية العدوان حتى هذه الحكومي كما يعني عدنا عليهم في كل يوم يصدر إعلان عن عدد وحصيلة عدد الشهداء والجرحى، لكن العدد حتى هذه اللحظة ما يقارب 9,500 شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا العدد غير العدد الذي موجود تحت الركام، نحن نتحدث عن عدد أكثر من 9,000 شهيد تم يعني دفنهم أو موجودون حاليا بعضهم في ثلاجات مستشفيات قطاع غزة، ولكن هناك ما يقارب 1,600 تحت الركام جلهم من الأطفال والنساء لم يتم انتشال جثامينهم بعد بسبب قلة الإمكانيات في الدفاع المدني ووزارة الصحة، وأيضا بسبب قرارات المطار منطقة حي الكرامة ومنطقة بيت لاهية غير دقيقة وفي كل ساعة وفي كل حتى الاحتلال يصنع خطط تطبيقية وغيرها
أيمن لسه أشكرك شكرا جزيلا. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل. شكرا جزيلا لك أيمن. طيب الرأي العام الغربي اللي كنت بكلم حضراتكم عليه في تزايد، في طبعا دبيت موجود في بريطانيا من امبارح بالليل في اليوم اللي هو الاحتفال بضحايا الحرب العالمية والاستقلال والمش عارف ايه في بريطانيا، تقريبا يوم الحد الجاي، وفي دعوات لمظاهرات دعما للقضية الفلسطينية. فهنا انبرى رئيس الوزراء البريطاني في بيان حازم منذ ساعتين ثلاثة، وقال لك لا يليق يا جماعة وقيم بريطانيا يا جماعة وما يصحش يا جماعة، ويجب أن تحترم هذه المشاهد وهذه المناسبات وهذه الذكرى، ومش عايزين مظاهرات لفلسطين ما ينفعش، لأن كده ممكن يحصل اشتباك. زي ما أنتوا عارفين أن وزيرة الهوم أوفيس قالت على المظاهرات الفلسطينية أنها مظاهرات للكراهية، كويس؟ فطالع بقى دبيت جامد جدا والناس عماله تتكلم لا يا اخواننا ما ينفعش، ومتحدث باسم حزب العمال اللي مش حاكم اللي هو بيعارض الحزب المحافظين الحاكم قال لك لا لازم تحترم، وقفوا لنا بقى مظاهرات فلسطين دي ما ينفعش الكلام ده، لازم قيم بريطانيا اللي هم اصلا سايرمينا في الزباله دلوقتي وقايلين لاسرائيل انت معاكي حق الدفاع عن النفس وسايبين الفلسطينيين يتقتلوا ما علينا. فطيب هنعمل ايه يا جماعه؟ فالناس بقى في بريطانيا في لندن مش عاجبها اللي بيحصل ده، فأقوم من نص ساعة كده في محطة كينج كروس في بريطانيا لقينا المشهد ده، لقيته على تويتر دلوقتي حتى، والزملاء مشكورين جابوا لنا الفيديو ده. نشوف كده الناس جوه لندن بيعملوا ايه، نتابع. الناس بتقول وقف إطلاق النار الآن، ده الهتاف اللي انتوا بتسمعوه. المظاهرات دي مظاهرات متفرقة، فالرسالة الحقيقة لرئيس الوزراء ولوزيرة الهوم أوفيس عنده الخطابات بتاعتكو اللي هي عنصرية واللي هي بتدعم الكراهية واللي هي بتغذي الكراهية ما بين الناس الموجودة في بريطانيا في مجتمع أصلا متعدد الثقافات والأعراق والأديان، هي في الآخر ما بقتش تخوف حد. التهديد بالبوليس والتهديد بالمش عارف ايه، مفيش حد اصلا بيخالف القانون، الناس بتنزل تتظاهر بشكل سلمي وفقا لما يعني يحدده القانون البريطاني، بتحترم القانون بتروح. حالات فرديه هنا وهناك بتروح وتعتقلوها، والمتروبوليتان بوليس بيحط على تويتر الانجاز العظيم ان هم اعتقلوا ده او حبسوا ده، اوكي يعني بتشوفوا القانون، انما الخطابات اللي انتوا بتصدروها واصل اليوم ده ما ينفعش يحصل فيه كذا، ما بريطانيا طول عمرها بتشهد مظاهرات من مختلف يعني الاتجاهات والحاجات، لكن هي في حاله من الهستيريا في هذه الحكومه البغيضه التي تدير المشهد في بريطانيا، واللي خطابها بيرقى لخطاب عنصري في الحقيقة، وفي بيغذي الكراهية كمان. لما انت ينزل نص مليون واحد فتطلع وزيرة الهوم أوفيس تقول ان دي مظاهرات كراهية، فهي الحقيقة ده يعني تصرف ليس من الذكاء في شيء. فالناس بترد عليهم كل يوم الحقيقة، والجميل ان المشاهد دي بقى قليل منها قوي العرب، يعني العرب والمسلمين بقى هم الأقلية في المظاهرات دي، بقى الأكتر إنجليز، بقى الأكتر ناس قرفانة من رئيس الوزراء من وزيرة الهوم أوفيس، فبينزلوا لهم الشارع محطة مترو بيقوموا قافلينها فجأة وقال لك يلا وقف إطلاق نار دلوقتي. فأتمنى ريشي سونك وسويلا بريفرمان يكونوا مبسوطين باللي هم بيعملوه في بريطانيا. نرجع للصحفيين مرة تانية. النهاردة قناة القاهرة الإخبارية نشرت كمان أنه الطاقم بتاعها في القدس مش في غزة تم الاعتداء عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ونشرت البيان ده. تدين قناة القاهرة الإخبارية ما تعرض لها طاقمها في القدس من اعتداءات أثناء تأدية مهامهم في نقل الصورة الحية والمباشرة لإطلاع الرأي العام العربي والعالمي على الجرائم التي تجري بعد غلق جميع مداخل المدينة المقدسة وقمع المصلين. الحقيقة أن هم نشروا صورة لزميلة صحفية مراسلة القناة هناك، وواضح أنها تعرضت لحالة اختناق وإغماء كمان، وكانوا يعني بيعملوا لها الإسعافات الأولية. فأنا هرجع تاني أقول يا جماعة، الصحافة مش جريمة،
واستهداف المراسلين للقنوات، أي قنوات، للمواقع، أي مواقع، طالما بينقلوا الصورة، طالما ما بيتحولوش لأبواق دعائية للاحتلال، طالما أيديهم مش ملوثة بدماء الفلسطينيين العزل المدنيين الأبرياء، التعاطف معهم واجب، الدفاع معهم واجب، الحديث عنهم أمانة في أعناقنا كصحفيين، ولازم الناس كلها تتعامل مع الصحافة بهذا القدر أو بهذه الطريقة، لأنه مشاهد زميلنا في تلفزيون فلسطين وهو بيكفر بسترة الحماية للصحفيين وبالخوذة هي مشاهد مخيفة، المفروض تكون جرس إنذار لكل واحد بيحترم هذه المهنة. لما الصحفيين هيفقدوا إيمانهم بالمهنة، هيفقدوا إيمانهم بأن الصحافة ليست جريمة، دي مشكلة كبيرة جدا. المجال كده هيخلو لأمثال الأبواق الدعائية الكاذبة، لأمثال الأبواق بتاعة البروباغندا اللي هيقولك إن المستشفى المعمداني اتضرب عليها صاروخ من حماس، إن عربيات الإسعاف الاحتلال بيحقق أصل الجهاد الإسلامي اللي ضربها، واخد بالك أنت؟ ما ينفعش المجال يبقى مفتوح لدول، لازم الناس تفضل تمارس هذا العمل الصحفي، لازم الناس تفضل تمارس هذا العمل الإعلامي، التعرض لهم هو جريمة. أتمنى من السيد أنتوني بلينكين وهو بيعمل لنا تويتة إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها يقول لهم عيب، اختشوا، الصحافة مش جريمة، شيلوا أيديكوا عن الصحفيين. الحرب اللي دايرة حاليا الحقيقة أنها بتجسد ملحمة صحفية وإعلامية لعدد من الرموز أعتقد أن احنا مش هننساهم ما حيينا. يعني الصورة الجاية دي هي محاولة بسيطة لتخليد بعض الصور، أنا عارف أن فيه آلاف الصحفيين اللي أنا معرفهمش، أنا يمكن الصورة دي هتحط بعض الناس المشاهير اللي الناس كلها بتتكلم عنهم، أحمد حجازي، بلاستيا العقاد، هشام زقوت، وائل الدحدوح، معلش، هبة عكيلة بملامح وجهها المنهكة المتعبة اللي بتعبر عن غزة ومعاناة أهلها في كل مرة بتخرج فيها أمام الكاميرا في قناة الجزيرة، معتز عزيزة أهم صحفي دلوقتي العالم كله بيتابع أخبار غزة عن طريق الستوريز بتاعته في إنستجرام، وصالح الجعفراوي وآخرين. أنا بعتذر والله إنه القايمة والصورة ما فيهاش مئات وألاف الصحفيين، كل صحفي وكل مراسل وكل مصور أنا معرفوش ومعرفش اسمه فأنت فوق الراس، فأنت اللي بتعمله عمل عظيم، أنت اللي بتعمله ده حاجة يعني تاريخية تدخل بها التاريخ، إنك بتنقل الحقيقة. أنا عارف إن العالم دلوقتي تحول ل يعني مكان حقير جدا لا يحترم صحافة ولا يريد أن يرى الحقيقة، لكن أنا مش بكلم العالم في الفقرة دي، أنا الفقرة دي زي ما قلت لك أنا بوجه الشكر والتحية لهؤلاء العظام الأبطال ومن وراءهم من كتيبة صحفيين وإعلاميين بيعرضوا حياتهم للخطر في كل لحظة. يا راجل وأنا بتكلم دلوقتي، ربنا يسلم الجميع، وأنا بكلمك دلوقتي أنا مش عارف قبل ما خلص الحلقة هل الصورة دي هخلص الحلقة وهم على قيد الحياة أم أن الله سيختار منهم شهداء. يعني لهذه المرحلة وصلنا، إن أنا بتكلم على وائل وهبة ومعتز وصالح وهشام وبلستيا وأحمد حجازي وحمودي وآخرين، وأنا مش عارف هخلص الحلقة وهم لسه على قيد الحياة ولا لا قدر الله يعني سيختار الله منهم شهداء. ده اللي احنا شايفينه في فلسطين، وده اللي احنا بنعاني منه في قطاع غزة، وده اللي الصحفيين دلوقتي بيشوفوه بيواجهوه. نبض غزة، هذه الوجوه وهذه الكاميرات وهذه الصور. الحقيقة ان في زي ما قلت لك ملحمة إعلامية بيقوم بها هؤلاء، متابعتهم ويعني نقل أخبارهم ونقل الشغل اللي هم بيعملوه أعتقد انه واجب علينا جميعا، وان انتوا تدعوا لهم يا جماعة، ادعوا للصحفيين في غزة وفي فلسطين المحتلة لان هم بيواجهوا آلة قتل غير مسبوق. لو بتكلمني عن بنك اهداف الاحتلال الاسرائيلي فهو قدام حضرتك. للأسف للأسف يتم يعني استهداف الصحفيين بشكل كبير عن هذه الحالة وعن أيضا مجازر المستشفيات عصر اليوم. أرحب بضيفي
عبر الهاتف الأستاذ عبد المجيد مراري من مؤسسة FD لحقوق الإنسان. أستاذ عبد المجيد أهلا بك. يعني عايز أسألك بداية، وأنت بالتأكيد وثقت حالات لاعتقال صحفيين وقتل صحفيين والتضييق على صحفيين، يعني وأنت رجل حقوقي، ما الرسالة التي وصلت إليك وأنت تشاهد مراسل قناة فلسطين يخلع عنه سترة الصحافة ويلقيها على الأرض ويقول لا أحد يحمينا ولا حتى هذه السترة ولا هذه الخوذة؟ نعم، الرسالة هو أن الاحتلال الإسرائيلي هو جد متضايق من 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 عمل الصحفيين، من الدور الذي يقوم به رجال الإعلام والصحفيين خاصة الذين هم في الميدان. لماذا؟ لأنهم يفضحون جرائمه ويكشفون حقيقته، وفي نفس الوقت يكذبون قولة وفرضية أن الاحتلال يدافع عن نفسه، بل هم يؤكدون من خلال الصور التي يبثونها وهم يضحون بأنفسهم، خاصة أن الاحتلال احتفل اليوم كذلك بالذكرى العالمية للإفلات من عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الصحفيين، فهو كذلك يخلد هذه الذكرى بجرائم أخرى، ولك أنه يضع نفسه بل يضع نفسه طبعا كجهة غير معنية إطلاقا بهذه المناسبات الأممية. فبالتالي أقول بأنه هؤلاء الصحفيين يوثقون هذه الجرائم ويؤكدون بأننا أمام احتلال مجرم يقوم بكل أشكال الإرهاب. فبالتالي من يتهمون أو يقولون بأن جهة أخرى تمارس جهة ما تمارس الإرهاب، الإرهاب الحقيقي هو الذي الآن ترتكبه ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي، ويعطي دروس في أساليب الإرهاب الذي لم يرتكبها أحد. هل قتل الأطفال يعتبر دفاعا عن النفس؟ استهداف الصحفيين يعتبر دفاعا عن النفس؟ هل استهداف المستشفيات بهذه المجزرة الجديدة والتي للصدف المحاسن الصدف أنها مرة أخرى تتصادف وتوافق زيارة وزير الخارجية الأمريكي، وهذا غريب جدا. الاستهداف الأول للمستشفى المعمداني كان بزيارة كانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، غريب جدا. اليوم كذلك مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي كذلك استهداف بوابة ومدخل مستشفى الشفاء، فهذا غريب جدا. ولكأن السيد وزير الداخلية أو وزير الخارجية الأمريكي يأتي دائما بخطة حرب ويأتي بضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي كي يرتكب المزيد من الجرائم، مزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي تحت الغطاء الأمريكي والصمت الأوروبي للأسف الشديد. أستاذ عبد المجيد، يعني بعد استهداف هذه المستشفى أو هذه المستشفيات بدقائق، عندما أجد الحساب الرسمي للأمم المتحدة على تويتر عامل تصميم في قصف المستشفيات مرفوض أو لا لقصف المستشفيات، هو السؤال يعني لماذا تحول الجميع، منظمات دولية حقوقية، رؤساء حكومات، إلى نشطاء سياسيين؟ يعني ماذا ترك هؤلاء للناشط السياسي على تويتر مثلا؟ طبعا وهذا دائما نقول، بأنه ينبغي على المؤسسات الأممية لا تتحول إلى منظمات حقوقية غير حكومية. إذا قامت المؤسسات الأممية وخبراء الأمم المتحدة ورؤساء الدول إذا أصبحوا يقومون بدور المنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني، ماذا بقي على المنظمات غير الحكومية؟ على من ستعتمد؟ عندما نسمع رؤساء دول يدعون إلى تنظيم مظاهرات مليونية، ماذا ترك لمكونات المجتمع المدني أن يفعلوا؟ فبالتالي هذا يعني إفلاس هذه المؤسسات، وأن هذه المؤسسات لم يصبح لها الدور إلا القيام بهذا بما تقوم به الآن، الصور والتنديد وإعلان المظاهرات كذلك، في حين أنها تمتلك قرارات. عدد من الدول التي الآن يعلن رؤساء حكوماتها إلى تنظيم المظاهرات وإلى يعني فقط بالكلام تمتلك قرار قطع العلاقات، قرار استدعاء السفراء، خاصة وأن بعض الدول هي مطبعة على الأقل تقوم بهذه الإجراءات، أن تقوم بهذه الخطوات. فبالتالي لا رغبة لهذه المؤسسات ولا رغبة لهذه الحكومات في مد يد العون للشعب الفلسطيني، خاصة لسكان قطاع غزة الذي الآن المجتمع الدولي الرسمي واقف، يتفق العربي خصوصا وغيره واقف، أما الغرب فأصبح غير معني بهذا الأمر، واقف يتفرج للأسف الشديد، لأن الغرب أصبح شريكا فبالتالي لا يمكن أن يعول عليه. فهذا نحن نتأسف. اليوم صدر اليوم بلاغا خبراء الأمم المتحدة كذلك اليوم في هذا بعد الزوال صدر خبراء يحذرون من وجود إبادة وغيرها من النداءات، لكن يبقى هذه النداءات
نعم هي تخسيسية وغيرها. طيب أنا أمامي الآن خبر عاجل من وكالة الأنباء الفرنسية أن الجيش الإسرائيلي يؤكد استهدافه لقافلة عربات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الفلسطيني، ويدعي أنها كانت تستخدم بواسطة حركة حماس وكانت تحتوي على عناصر تابعة لحركة حماس. مرة أخرى الجيش الإسرائيلي نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية أكد أو اعترف باستهداف قافلة عربات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي، مدعيا أنها كانت تستخدم بواسطة عناصر من حركة حماس كانوا بداخلها. من ناحية حقوقية أيضا أستاذ عبد المجيد كيف تعلق؟ طبعا لا يمكن التأويل على الرواية الإسرائيلية، ولا يمكن أن يصدق أحد هذه الاستفسارات والجهات الاحتلال الإسرائيلي من قبل عدد من الدول، وهي الآن تبرر. طبعا ينبغي أن تبرر بأن حركة المقاومة موجودة تحت المستشفيات وموجودة داخل مدارس الأونروا وموجودة داخل سيارات الإسعاف، هي موجودة في كل مكان. غريب لهؤلاء الأشخاص موجودون في نفس الوقت في كل مكان. الاحتلال يبرر جرائمه للأسف الشديد ويغطي عليها بمثل هذه الأكاذيب. يستحيل أن يستعمل للمقاومة ولا أي أحد أن يستعمل سيارات الإسعاف ويعي أنه يخاطر بنفسه في هذا الأمر. الاحتلال الإسرائيلي يؤكد على أنه يرتكب جرائم حرب، يرتكب جريمة الإبادة عندما يستهدف بوابات مستشفيات ويستهدف مستشفيات. اليوم استهدف مؤسسة فرنسية في قطاع غزة وهو مركز تربوي تعليمي كبير جدا، تحدث عليه في هذا المساء رئيس الفرنسي ماكرون وقال بأنه تأكد من عدم من سلامة يعني موظفين الفرنسيين الموجودين فيه، وتأكد بأنه لم يصب أحد، بمعنى أنه الرئيس الفرنسي وفرنسا غير مانية بأرواح المدنيين الآخرين، فقط المهم هو سلامة الموظفين الفرنسيين الذين كانوا في هذا المبنى. أما أن يندد بهذا البعد لم تندد به اللغة التي استعملها السيد رئيس الفرنسي للأسف الشديد، يعني ولك أن هناك فقط المبنى سقط لوحده دون أن يستهدفه أحد. فللأسف الشديد أصبحت هذه الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شريكا مباشرا في الوقت الذي كان غير، وأصبح الآن شريكا مباشرا، على العلم أننا الآن نوثق سفر عدد من الجنود غير نظاميين من عدد من الدول الأوروبية. إيطاليين توجهوا وهم لا يحملون لا الديانة اليهودية ولا الجنسية الإسرائيلية، توجهوا للقتال في إسرائيل للأسف الشديد. من فرنسا، من ألمانيا، هذا كله يوثق طبعا، ويتم متابعة هؤلاء ومحاسبتهم على اعتبار واعتبارهم مرتزقة. ونعي جيدا بأن القانون الدولي يجرم الارتزاق وهناك اتفاقية باريس، فبالتالي القضاء الوطني لكل دولة من هذه الدولة ستكون مختصة في النظر في ذلك. طبعا نحن في الآن نشتغل على جمع هذه الأسماء وإحصائها والبحث عن الوثائق الثبوتية لذلك. أستاذ عبد المجيد، متحدث باسم الصحة الفلسطينية قبل أن تتحرك هذه القافلة طلب من المنظمات الأممية والصليب الأحمر أن توفر حماية لسيارات الإسعاف التي تقل مصابين باتجاه معبر رفح. بعدها بساعتين وفي حضور وزير الخارجية الأمريكي قصفت إسرائيل هذه السيارات وادعت أنها تحمل عناصر من حماس. هو دور الصليب الأحمر والأمم المتحدة في هذه الحالة، لأن الرجل خاطبهم أن يوفروا الحماية، ما الذي يفترض أن يفعلوه مع قوافل كهذه؟ الأصل أنه حسب اتفاقية جنيف والقانون القوانين القانون الدولي المنظم لعمل الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات، وأنه أثناء الحروب ينبغي احترام مثل هذه المؤسسات وإعطاء الحماية الكافية لكل ما يأتي من هذه المؤسسات. هذا عندما نكون تحارب دولة مع دولة تحترم قواعد القانون وتحترم يعني قواعد الاشتباكات وغيرها وقواعد قانون الدولي الإنساني وغيرها، لكن نحن الآن نتحدث عن احتلال لا يعرف قيمة لا لقانون ولا لإنسانية ولا لأخلاق، فبالتالي لا دين له ولا قانون له. فبالتالي هذه المؤسسات وهذه النداءات ينبغي أن يعي أصحابها أنهم ينادون أناس لا يملكون شيء. الصليب الأحمر لا يمتلك قوة من أجل أن يوفر الحماية. حتى الفرنسيين حتى الأوروبيين إذا ما قالوا أننا نعطي ضمانات لمرور قافلة من القوافل لن تكون تلك الضمانات كافية. الوحيدين الذين الدولة الوحيدة التي يمكن أن يكون لها تأثير في ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل على ذلك هما أنهم الآن ارتكبوا هذه المصدرة بحضور ووجود وزير الخارجية الأمريكي.
بمعنى أن هناك الحماية الأمريكية والضوء الأخضر الأمريكي، مما أؤكد يجعل الولايات المتحدة الأمريكية شريك في هذه الجريمة. اليوم توجهنا بنداء إلى السيد المدعي برسالة خاصة إلى السيد المدعي العام كي يتحمل مسؤوليته في هذه الجرائم التي تقع قبل أن نجتمع به يوم 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 التاسع من هذا الشهر. هناك اجتماع مع السيد المدعي العام محكمة الجنائية الدولية، سيكون مع عدد من المحامين الدوليين في لاهاي. طيب صعب من جد، سؤالي الأخير عودة لموضوع الصحفيين مرة أخرى، ألا توجد طريقة تردع الاحتلال الإسرائيلي من استهداف الصحفيين؟ نحن لا نتحدث عن عناصر حماس هنا وفقا للرواية الإسرائيلية، ولا نتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بقتل الصحفيين وفقا للرواية الأمريكية. طبعا الصحفيين، حتى فقط نذكر بأن الصحفيين أثناء النزاعات يتمتعون بحماية خاصة في اتفاقية جنيف، خاصة أعتقد الاتفاقية الثالثة، فبالتالي هم لهم حماية خاصة حتى ولو كانوا عسكريين، على اعتبار أن هناك الإعلام العسكري الحربي حتى هو يتمتع بحماية خاصة، فلا يمكن أن يستهدفه أو تستهدفه الدولة المتصارعة الأخرى، أن تستهدف الإعلام الغربي الإعلام الحربي للدولة التي تتحارب معها. حتى الخصم نحترم إعلامه، لكن هذا نتحدث عندما تكون هناك دولة، وعندما تكون هناك يعني مؤسسة تحترم أو جهة تحترم بفعل القانون الدولي. لكن الإشكال أنه لا نتحدث مع دولة، نتحدث مع كيان، مع جهة محتلة، مع جهة لا تعرف إلا لغة الإرهاب ولغة القتل ولغة الانتهاكات. فبالتالي لا يمكن تحدث مع الاحتلال الإسرائيلي، ليس له أخلاق في المواجهة، فاقد لكل أخلاق المواجهة، عقيدته العسكرية عقيدة فاسدة في المواجهة، وما يؤكد ما هذا، ليس نحن من يقول ذلك، أفعاله من تقول ذلك. هل قتل الأطفال فعل أخلاقي؟ هل استهداف المنشآت فعل أخلاقي قبل أن يكون قانوني؟ هل استهداف النساء فعل أخلاقي قبل أن يكون قانوني؟ فبالتالي نحن أمام احتلال مجرم، كيان إرهابي بما تحمل الكلمة من معنى. فبالتالي لذلك نحن نؤكد على استصدار مذكرة توقيف في حق يعني مجرمين حرب متمثلين طبعا، ونؤكد على هذا الأمر دائما. رئيس الوزراء وزير الحرب مستشار الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، وطبعا التحقيق سيجر أسماء أخرى، هذه أسماء أولية مستعجلة، ينبغي بالفعل استصدار قرار واستصدار مذكرات توقف في حقها. هذا مطلب تقدمنا به، وكذلك سنؤكد عليه في لقاء الاجتماع القادم مع السيد المدعي العام للجنائية الدولية. شكرك، شكرا جزيلا عبد المجيد مراري من منظمة FD لحقوق الإنسان، كنت ضيفي عبر الهاتف. طيب، مع هذه المجازر المستمرة في قطاع غزة، في الحقيقة نفتح المجال لحضراتكم في الاتصالات لتوجيه رسالة لأهلنا في غزة بعد 28 يوم من هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، قتل للمدنيين، استهداف لسيارات الإسعاف، استهداف للمستشفيات، استهداف للأطباء، استهداف للجميع، عدد من الأطفال قتلى تجاوزوا 3500 طفل تقريبا حتى الآن أو يمكن أكثر. ما رسالتك لأهالي غزة بعد المذابح الأخيرة؟ ده سؤال الاتصالات. وخلينا نرحب بأبو أحمد من مصر، أهلا بك. تحياتي لحضرتك أستاذ أسامة والفريق بسامة. برنامج آخر كلام. والله يا دكتور أسامة الواحد مش عارف يقول إيه. والله يا دكتور أسامة أنا ما مش بناشد الحكام ولا الحكومات العربية، لأن اللي هينشد الحكومات العربية ولا الحكام العرب هيبقى واهم، وهيبقى منتهى الخلل يعني، لأن لا توجد عندنا حكومات ولا حكام عرب، دول مجرد وسطاء للصهاينة وللأمريكان بيحكمونا لتنفيذ مصالح الإسرائيليين والأمريكان. اللي احنا بنشوفه ده دي حرب يهودية إسلامية ملهاش دعوة خالص لا بإسرائيل ولا بغزة، دي حرب بين اليهود والمسلمين، بدليل ان الامريكان والفرنسويين جم وساندوا اسرائيل لقتل اهالينا في غزه، والعرب واقفين ما بيعملوش حاجه، منتهى العار ومنتهى الخزي. انا ببرأ من جنسيتي العربيه بسبب شويه الحسالة اللي بيحكموا الشعوب العربيه. انت شايف ان دي انت شايف ان دي حرب دينيه مش اي حاجه تانية، صح؟
لا يا فندم، دي مش أي حرب تانية، دي حرب دينية، حرب بين الإسلام واليهود، بين الدين اليهودي والدين الإسلامي، بين اليهود والمسلمين. دي مش حرب على أرض، دي حرب إبادة للمسلمين، بيضربوا المسلمين عشان يبدوهم، ودافعين لحكام خونة يقفوا على رؤوس الدول عشان يكبتوا الحريات ويكبتوا الشعوب داخل الدول دي. تمام. عشان يقدروا ينفذوا المخططات بتاعتهم. طيب. بشكرك يا أبو أحمد. ويقتلوا في المسلمين. بشكرك جدا يا أبو أحمد، وضحت وجهة نظرك. مكالمة أبو أحمد يا عزيزي اللي بتتفرج عليا وبتتابعني كويس، يعني من لغة أخرى غير اللغة العربية، هي نتاج لتصريحات بنيامين نتنياهو اللي استدعى الحرب الدينية، اللي استدعى أبناء النور وأبناء الظلام، عشان بس تبقى الصورة واضحة. هي نتاج لتقرير أمير وينتر ولا عفير وينتر في معهد الأمن القومي الإسرائيلي امبارح، وهو بيهاجم شيخ الأزهر وبيتكلم على الحرب الدينية. لما بتعملوا اللي بتعملوه بالشكل ده، لما بيطلع رئيس وزرائكم يستدعي سفر إشعياء ويقول أبناء الظلام وأبناء النور والإبادة، فالناس تقرأ فتلاقي إن هو ده حرب دينية لإبادة المسلمين فعلا في مصر وفلسطين، فعندها لما يدخل متصل مصري يقول لك دي حرب ما بين اليهود، ولا يستخدم الإسرائيليين أو الصهاينة، لا يرجع الأمور بقى للحروب الدينية ما بين الدين والدين، فساعتها على إسرائيل أن تراجع ما تفعله، لأنه ده نتاج اللي بتعملوه، ده نتاج الطريقة اللي مستخدمة في التصريحات والهستيريا والهجوم البشع على كل شيء، مدنيين وأطفال ونساء وعربات إسعاف. كويس؟ فالمكالمة بتاعت أبو أحمد مهمة أن توضع في سياقها العام ويتم تحليلها زي ما بتحللوا حاجات كتير، يعني تحللوا المكالمة دي كمان وتشوفوا، تشوفوا الناس بتتحرك لفين، تشوفوا أنتوا بتوصلوا الناس لفين، عشان بعد أسبوع وشهر وشهرين وسنة لما الحرب دي تنتهي تعملوا تحليل ودراسة وتقدير موقف، وتعرفوا ممارساتكم البلطجية القمعية واستدعاء الحروب الدينية بيوصل لإيه في الآخر. فبرافو بنيامين نتنياهو، يعني ويل دان، أنت ماشي على الطريق الصحيح. نور من مصر، أهلا بك. أهلا وسهلا يا نور. ألو، أهلا بك يا نور، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لتكميل كلام حضرتك يا دكتور، هي فعلا حرب دينية من الألف للياء. هو مش كلامي ده، كلام أبو نتنياهو، تفضل. أنا بأيده، لأنه قبل كلام أبو أحمد الواقع اللي احنا شايفينه والواقع اللي احنا لامسينه هو حرب ديني، بدليل يعني في نقطة أنا مستقليها جدا في مصر، إن إزاي حتى يعني الجوامع اللي هو أضعف شيء، أضعف حاجة اللي احنا ممكن نقدر نعملها، إن مفيش دعاء، يعني ده أطفال يعني بعيد عن الإسلام وبعيد عن اليهود وبعيد عن أي أديان، فين الإنسانية؟ فين الطويلة اللي كانوا بيتكلموا فيها باسم حقوق الإنسان؟ فين دي؟ فين اللي كان قبل الهجوم، حتى ما كانوا عاملين كذبة كبيرة وبيقولوا احنا بنوقف المعونات لمصر عشان خاطر حقوق الإنسان، وخرجوا مين؟ الكذبة اللي عشناها طول عمرنا، هل الكذبة دي حقوق إنسان ولا حقوق عار على كل مشايخ ولا كل من يدعي الإسلام؟ أنا قدامنا الواقع قدام عينينا، وبيخطبونا كأننا احنا يعني أنا آسف في اللفظ، كأن احنا يعني بهايم مش فاهمين، ولا احنا ايه يعني بيخطبونا كأننا احنا خلاص بره الكوكب. الحاجة قدام عينينا، أطفال وأشلاء يعني بتتدمر قدام عينينا وإحنا في صمت. طيب، الدعاء. شكرك يا نور، معلش خليني أرجع لقطاع غزة. معايا دكتور عاطف الكحلوت مدير المستشفى الإندونيسي. دكتور عاطف أهلا بك. قصف في محيط المستشفى والمستشفى ينفذ منها الوقود، ما هي الأوضاع لديكم؟ يعني كما ذكرت أخي الكريم، يعني منذ بعض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعرض المستشفى الإندونيسي إلى القصف المباشر داخل حرم المستشفى، حيث تم استخدام سيارة تدفع إلى المؤسسة التي تبنت المستشفى، والتي بنت
ويقتل أندلسية، حيث تم استشهاد أثر هذا القصف إلى استشهاد 2 من عاملي في المستشفى. ثم توالت التهديدات من الجيش في إخلاء المستشفى والترهيب للمستشفى والتخطيط. توالت أيضا عملية القصف في محيط المستشفى، أخيرا كان قبل ساعتين تقريبا قصفين متتاليين يفرق بينهما فقط نصف ساعة، أدى إلى حالة من الفزع والهلع الشديد بين المواطنين وبين الكادر الطبي والمصابين والنازحين، أطفال صغار نساء، حالة من الخوف الشديد. أيضا أدى إلى تأثر المستشفى تأثر واضح ويعني شديد جدا من أثر الاستهداف المجاور للمستشفى. طيب الاحتلال استهدف محيط الشفاء وأيضا محيط مستشفى الإندونيسي ومستشفى القدس، والجيش الإسرائيلي دكتور قال أنهم استهدفوا عربات إسعاف لأنها تقل مسلحي حماس على حد زعمهم، ما تعليقك؟ أعتقد سيارات الإسعاف كل العالم يشهد بأنها لا تحمل أي مسلح، ممنوع إدخال أي مسلح إلى سيارات الإسعاف، ما حملت سيارات الإسعاف هم المصابين والمرضى. وأعتقد الطيران المطير لا يغادر سماء قطاع غزة، وبالتالي كل هذه هي تهذيب واضح أنه من الاحتلال تورط بقصفه في إسعافات، وهذه ليست أول مرة يقوم بقصف الإسعافات والمسعفين، تشهد كثير منهم عشرات الإخوة المتعبين، استهدف أكثر الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات، استهدف أطباء وممرضين في السابق، وما زال يهدد المستشفيات بشكل علني بقصفها. الرئيس الإسرائيلي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال له أنهم وزعوا ملايين المنشورات وأجروا مئات الآلاف من الاتصالات بسكان أماكن معينة في قطاع غزة لإخلائها قبل القصف، هل حدث ذلك معكم مرة أخرى دكتور؟ هل طالبكم الاحتلال بإخلاء المستشفى؟ بشبه يومي يتم يعني الاتصال بنا لإخلاء المستشفى، ولكن هو السؤال عندما وزع المناشير وأمر الأهالي بالهجرة إلى جنوب قطاع غزة ماذا حدث؟ في أول يوم فقط تم استهداف المواطنين في شارع صلاح الدين الذي اعتبره خط آمن، واستشهد ما يقرب من 70 مواطن ومئتين أو 200 إصابة. اليوم فقط أسرة يعني متجرة في شارع الرصيد تم استهدافها، هل يمكن للركوب بهذا العدو؟ نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عاطف الكحلوت مدير المستشفى الإندونيسي، كنت ضيفي عبر الهاتف من قطاع غزة. وصلنا معكم إذن إلى نهاية الحلقة، أشوفكم بكرة إن شاء الله 7 بطائق القاهرة، صباح الخير.